اهلا بحضراتكم ولكم التحيه واهتمام عالمي، اهتمام دولي واقليمي بالدعوه المخلصه والصادقه اللي اطلقها النهارده سياده الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح القمه الرئاسيه بمؤتمر المناخ في شرم الشيخ. وجه سياده الرئيس نداء من اجل ان تتوقف الحرب الروسيه الاوكرانيه، وقال الكلام ده أمام أكتر من 48 من قادة العالم اللي حضروا النهاردة في أول أيام الشق الرئاسي زي ما بنقول في المؤتمر. قال أنا بنادي باسمكم واسمي إن احنا نقول فلتتوقف هذه الحرب، وأنا مستعد للعمل من أجل محاولة إنهاء هذه الحرب. هذه الدعوة عايز أقول لحضراتكم، علق عليها عدد من الزعماء اللي كانوا موجودين وحضروا المؤتمر النهاردة. على سبيل المثال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جونسون رد وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية بتمثل ضغوط على الشعوب وخاصة الأوروبيين. شيخ محمد بن زايد النهاردة قال إن الإمارات بتدعم دعوة الرئيس السيسي لأن احنا نحتاج لسلام وحوار ووقف الحرب. الصحف أو المواقع الأجنبية قالت إيه؟ روسيا اليوم ركزت بشكل كبير على كلمة سيادة الرئيس النهاردة. إيه؟ السيسي يعلن استعداده للعمل على وقف الحرب في أوكرانيا. السي أن أن قالت إنه السيسي يدعو لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال اقتصاديتنا تعاني. الشرق الأوسط السيسي يفتتح مؤتمر المناخ بتوجيه نداء لوقف الحرب في أوكرانيا. تعالوا نشوف جزء من كلمة سيادة الرئيس النهاردة ونعود ونتواصل مع حضرتكم. أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم، إن ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتوا لي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. بالمناسبة أنا مستعد، ومش للبحث عن دور، لا والله، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. وأتصور إن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده. إحنا مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب. إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، وهي مواجهة تغير المناخ. من خلال أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف.
مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لوقف الحرب الروسية الأوكرانية. خليني أرحب على التليفون بدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور سمير. دكتور سمير في موضوعين عايز أتكلم مع حضرتك فيهم واخد رأيك فيهم بعد إذنك. مبدئيا دعوة سيادة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، توقفت أمام هذه الدعوة شايفها إزاي؟ والله يا فندم هي كانت مفاجأة لنا كلنا النهاردة. صحيح. أعتقد لكل العالم إحنا موجودين في مؤتمر عالمي للمناخ وتداعياته وتأثيره على الدول الفقيرة والغنية وكيف نتكلم. حقيقي كانت مفاجأة لأن حتى كابتن الرئيس بعد ما خلص كلمته المكتوبة قال كلمة بدون ورق من قلبه عشان ينادي بالسلام. نعم. ولازم برضو في البداية نقول إن مدينة شرم الشيخ هي مدينة السلام من اتعمل فيها المؤتمر 99 بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. نعم. حاجة تانية لازم نفكر السادة المشاهدين إن مصر هي أول دولة في العالم وقعت معاهدة سلام بين رمسيس الثاني وملك الفتيين. الله. لكن اللي بيحصل النهاردة في العالم كله طبعا موضوع خطير. نعم. فجأة قامت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. النهاردة حجم الدمار البشري والاقتصاد اللي أصاب العالم كله من الحرب دي سواء دول غنية أو فقيرة كانت بتستلزم وقفة. أي. النهاردة النتائج دي الحرب بطالة، تضخم، توقف سلسلة الإمداد، الغاز، البترول، زيوت كلها جت كمان بعد أزمة كورونا. فالعالم كله فعلا أصبح في ضيق كامل في هذه الفترة. النهاردة مئات القتلى بين الطرفين الروس والأوكرانيين. مدام عزة النهاردة في 7.5 مليون لاجئ أوكراني سلجوا بيوتهم في أوكرانيا وهيمين في أوروبا بلا مأوى وبلا بيت. أيوه. النهاردة شتاء رهيب قادم على كل دول أوروبا. التكاليف الرهيبة اللي تمت على روسيا وأوكرانيا واقتصاد كل الدول الأوروبية. كل ده إلى متى؟ محدش عارف الحرب دي هتخلص إمتى. وأنا بفتكر وإحنا بندرس برة في إنجلترا كان الجنرال بوفلي يقول لك تستطيع أن تعرف متى ستبدأ الحرب. إنها بدأت يوم 24 فبراير. ولكنك لن تستطيع أن تعرف متى ستتوقف هذه الحرب. صحيح. فالنهاردة محدش شايف مستقبل للدنيا راح فين. كل يوم خسائر. أيوه. الدول كلها بتعاني. أيوه. يعني أنا مش عايز أقول كلمة عشان تتاخد علينا، ألا أن يكون هناك رجل عاقل يقول يا جماعة نوقف الدنيا بقى ونبص احنا رايحين فين للعالم. أي. كله. أي. وده اللي عمله سيادة الرئيس، عشان كانت نادى مفاجأة لنا كلنا. أي. إن قال نداء عالمي لوقف هذه الحرب. طب هل الكلام ده برضو يجي من فراغ يا مدام عزة؟ لا. ليه؟ النهاردة لو شفنا الواشنطن بوست اللي هي الجريدة اللي هي بنقول جريدة البيت الأبيض سواء حزب ديمقراطي أو جمهوري. أيوه. قالت أول امبارح إن معلومات إن أمريكا. أيوه. بتشجع أوكرانيا حاليا على بدء محادثات مع بوتين. أيوه. وإحنا عارفين إن كان من شهر كريزينجي قال أنا مش هتفاوض مع روسيا إلا لما بوتين يمشي. طب أيوه. إزاي بس؟ فالنهاردة الواشنطن بوست قال الكلام ده أول امبارح. أيوه. النهاردة سوليفان اللي هو مستشار الرئيس الامريكي الامن القومي. النهارده كل المصادر في امريكا بتقول انه يعقد بقاله مده مباحثات مع نظيره الروسي عشان يعني تخفيف اثار الحرب، لكن هم خلاص تعبوا. أي. فلازم الحرب دي تنتهي. أي. بلينكن وزير الخارجيه الامريكي النهارده موجود في اوكرانيا. عشان كده العالم كله عايز السلام. فمن هنا جت مبادرة سيادة الرئيس النهاردة، وأعتقد إن هيكون لها صدى كبير لأن إحنا دولة محايدة، ليسنا مع الطرف ده ومع الطرف ده، ولكن رئيس دولة من دول العالم الثالث بيطلب السلام عشان يعم على العالم، عشان تنتهي كل هذه المآسي اللي بتشوفها الشعوب، العيشه الشعوب كلنا. الدول الغنيه امريكا النهارده عندها مشاكل كبيره جدا، واللي هي اقوى دوله في الاقتصاد. ما بالك بقى في الدول اللي زي الصومال اللي كلنا تاثرنا بهذه الحرب، فيجب ان تنتهي. والنهارده داخلين على شتاء هيبقى موجع على اوروبا.
أيوة. وممكن هتلاقي الدول الشعوب الأوروبية هتثور على دولها. بدأت بالفعل في شعوب بدأت تقول اوقفوا الحرب. ولسه حديد احنا في تاني اسبوع في نوفمبر ده ودخلنا في ديسمبر وهنشوف الصقيع بتاع الكريسماس ورأس السنة. لا فعشان كده في توقيت، واعتقد التوقيت ده 10 من 10 ان مصر تطالب بوقف اطلاق النار ووقف هذه الحرب عشان تبدأ الشعوب تنتعش وتعود الامور اذا ما كانت عليها. دعوة السلام من أجل الشعوب ومن أرض السلام دكتور سمير، هل ممكن يتبني عليها خطوات؟ طبعا احنا دي طبعا دعوة طلعت النهاردة، وزي ما قلت لك الدعوة دي كان ليها تمهيد امبارح وأوله مش تمهيد عشان سيادة الرئيس يتكلم، لكن تمهيد بنقول إن العالم عايز السلام، الشعوب بتؤن نعم دولة واللي بتحرك الموضوع ده بدأت امبارح تبعت وتبص الواشنطن بوست بالذات، والكلام ده طالع بتقول يا كلازينكي ابدأ اعمل مفاوضات مع روسيا لأن الأمور الجاية سيئة. وهناك بوادر مشجعة لأن نقول ايه ما اصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، اعتقد ان بكره وبعده هيكون له اصداء لان احنا نخش في مرحله التامين بسموها بالانجليزي الامبلمنتيشن التطبيق. هنجد ان هناك من يقول ايوه طب تعالى طب نتفاهم طب الامم المتحده المظله وتمشي الامور، ويا رب النهارده تبدا الامور عشان العالم كله يفهم. صحيح. طيب نروح للجانب الآخر وهو مؤتمر المناخ، والحقيقة أنه أزمة المناخ على مستوى العالم أكيد هي ليست ببعيدة عن أزمة الغذاء والماء والطاقة وكله مسمع في بعضه في النهاية بما فيها دعوة سيادة الرئيس النهاردة. شايف مكاسب اللي ممكن تتحقق من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إيه؟ هايل. أنا بشكرك يا مدام عزة والله يعني فعلا على هذا السؤال، لان طبعا في ناس مش فاهمه وناس مش عارفه وفي حقائق غايبه على الناس. فهناخد الموضوع ده في اتجاهين خلاص. الاتجاه الاول ان مصر بتنفذ هذا المؤتمر العالمي كاول دوره في الشرق الاوسط وافريقيا والمنطقه العربيه تنظم هذا الحدث، حاجه عظيمه جدا. السنه الجايه ان شاء الله هتنفذه الامارات نعم. لما يتنفذ هذا الحدث ده الروعة والدقة والالتزام وتنفيذ على أعلى مؤتمر، كل الحاضرين دول كلهم والأعداد والحمد لله ماشي زي الساعة، ده بيقول أن مصر هي دولة عظيمة متحضرة. طيب الكلام ده بقى هل هينفع مصر؟ تعال هينفع مصر إزاي؟ هل له مكاسب؟ هل له مكاسب؟ ليه؟ أما بنيجي في علوم الاستراتيجية وبنقول أن قوة الدولة الشاملة بتتقاس ازاي عشان اقول الدولة دي قوية ولا لا. اول حاجة القوة العسكرية، واحنا الحمد لله اقوى دولة في المنطقة طبقا للتقديرات العالمية. ثاني حاجة القوة السياسية. هذا المؤتمر هيدي مصر السنة دي قوة سياسية كبيرة جدا بين دول المنطقة وخاصة طب ده هينفعنا بايه؟ مدام عزة السنة الجاية بعد ما حدث في الحرب الروسية الاوكرانية، السنة الجاية الأمم المتحدة ستعيد هيكلها طبقا للي حصل ده، وبالذات أول حاجة مجلس الأمن. مجلس الأمن احنا عارفين انه متكون من أعضاء دائمين 5 دول فقط. اللي هي أمريكا وروسيا والصين وإنجلترا وفرنسا. دول الـ5 أعضاء الدائمين اللي لهم حق الفيتو. وبعدين كل سنة أو سنتين بيجي لهم حد غير دائمين يقعدوا سنة أو سنتين. فالنهارده الدول اشتكت قالت لا ما انتوا المتحكمين ده من ايام الحرب العالميه الثانيه لما كانت الامم. فعشان كده العام القادم فمجلس الامن سيزيد الى 4 دول تانيين عشان يكونوا 9 دائمين. ايوه دائمين. أيوة. ولكن ليس لهم حق الفيتو. ايوه تمام. ايوه يعني بدل ما يبقوا 5 هيبقوا 9، ولكن الـ5 الأولانيين هيبقوا فيتو ليهم حق. ايوه الاربعه ما لهمش حق. الاربعه الجداد منين؟ دولة من امريكا الجنوبية نقول هتضاف الاكوادور والارجنتين مالناش دعوة. تمام. دولة من افريقيا تمام اللي بيتنافس على هذا المجال مصر، جنوب افريقيا، نيجيريا، احد دول شمال افريقيا. تمام. فانت لما يكون لك وضع سياسي عظيم ده اللي حصل المرة دي
هتيجي افضليه ما دام عزه. طبعا ده بعد مهم جدا احنا مش واعيين له. بالظبط والناس بتقول لا ان النهارده بعد المؤتمر دي هتبقى هي مصر هي الدوله الاولى سياسيا في افريقيا. ايوه ولازم يبقى كده. مش معقول ابص الاقي ان السنه اللي جايه دوله ثانيه واخده تبقى عضو دائم في مجلس امن ومصر لا. أي لو دخلنا على الدولة يعني القارة الثالثة والمجموعة الثالثة آسيا بتتنافس عليها إيران وباكستان والهند وتركيا يعني ما لناش دعوة بدول. لكن احنا اعتقد ان هذا نقول المؤتمر السنة دي هيدينا حاجة كبيرة جدا في هذا الموضوع. كتنظيم وكشكل وكحل دولة عندي حاجة رائعة. الكل منبهر في شرم الشيخ مش مصدق ان احنا عملنا هذا. طب دي الحاجة الاولى. طيب لما انت نظمتي مؤتمر بهذه الروعة وهذا التنسيق وجالب كل رؤساء دول العالم جالب معناه يا مدام عز معناه ان دولة مستقرة. مصر دولة مستقرة. نعم ما فيهاش ارهاب. ما فيهاش اي حاجات غير مظبوطه. اذا ده هيقول لك ايه؟ على ناخدها من الناحيه الثانيه ان مصر لاي حد مستثمر النهارده يجي مصر ولا لا بعد اللي عملته المره دي. صحيح. بعد ما كان بيتقال قبل كده لا ده انا اجي واستثمر في مصر واقعد في مصر. السياحه النهارده ده شرم الشيخ اتعمل لها دعايه ولا حد 100 سنة بعد كده. صحيح. يعني النهاردة لو اتصرفت المليارات. ايوه لو بالظبط يا مدام عز لو اتصرفت مليارات ما هتعرفيش تعملي الشرم. شوفي السي ان ان بكل نص ساعة شرم الشيخ كل العالم كل رؤساء الدول دول الاخبار بتاعتهم بتنقل هو بيعمل ايه نزل من الطيارة راح فين. ايوه كل الكلام ده قيمة كبيرة لمصر يا جماعة. الناس مش حاسس. فالسياحة في مصر هتبقى عظيمة الفترة اللي فاتت بعد ما يحصل هذا الكلام. أيوة. النقطة الثالثة بقى اللي أنا عايز أقولها الناس لك إيه؟ طب ما إحنا صرفنا. طيب أنا عايز أقول حاجة مش هتكلم أقول والله لو صرفنا مليارات عشان نعمل دعاية مش هنعملها، لكن الناس تبقى عارفة يا جماعة إن اللجان اللي بتنظم مثل هذه المؤتمرات بتعمل علاوة استضافة. يعني الدولة اللي بتنظم مؤتمر ما تشيلش كل التكاليف دي. أيوة. ففي علاوة استضافة. بالنسبة للمعلومات المنشورة حوالي مليار و يوم. فإن النهاردة كل الفلوس اللي انصرفت في شرب دي بنية أساسية ولا لا طبعا ولا لا طبعا وبرضو شكل بلدك و و و إلى آخره طبعا. بس برضو عايز أكد العملية أصل الناس دي مش عبيطة والهبلة لا طبعا دي حتى المليار و100 مليون لصالح تنمية المكان اللي هيتم فيه المؤتمر. يعني هتحاسبك يعني أنت دفعت قد إيه في تطوير مطار شرم الشيخ. أيوة. 300 مليون تراجع. أيوة. الفواتير دي وتقسمها. أيوة. وفي النهايه لقي مليار و100 مليون تمام هيبقى مخصوم منهم حق التكلفه وكل اللي انت عملتيه. وعشان كده انا بعتقد ان شرم الشيخ خدت مكانه حلوه جدا اتعمل. أيوة. فيها بنيه اساسيه رائعه. نعم. بس اتمنى بقى يا مدام عزه لو. أيوة. احنا عملنا مؤتمر زي ده تاني في السنين اللي جايه ما نقولش بقى اصل شرم الشيخ جاهزه لا ده انا عايز بقى مثلا نخش على الغردقه انا معاك نرفع مستوى الغردقه زي طبعا طبعا الاقصر اسوان يعني نتجه اتجاهات اخرى. نعم نعم برافو عليك. نيجي بقى على الايه الاستفاده الماديه ودي مهمه جدا وللاسف النهارده خمس ست جرايد في مصر اقرا الاقي ان حد يجيب الكلام ده ما حدش جاب هنا الاستفاده الماديه حضرتك تقصد دكتور سمير مشروعات. هقول اتفضل اولا المؤتمرات اللي فاتت كانت كلها عباره توصيات وتعليمات وتوجيهات وما فيش حاجه اتعملت منها في الفتره اللي فاتت اي حاجه. ايوه عشان المره دي سموها قمه التنفيذ انهم هينفذوا كل الحاجات اللي اتقالت قبل كده في مؤتمرات جلاسكو المهم. فمؤتمر جلاسكو السنه اللي فاتت قال احنا هنصرف 100 مليار دولار عشان تنفيذ كل القرارات اللي طلعت قبل كده. ايوه خلاص الاتفاق ال 100 مليار دول يتصرفوا ازاي؟ 50% عشان ننفذ القرارات يعني القرارات نقلل الانبعاث الحراري. يبقى نصرف فلوس على كل المصانع اللي بتطلع دخان نحط لها فلاتر. تمام يعني دول 50% من ال 100 مليار عشان ننفذ القرارات بتاعه المناخ. 50% الثانيه بقى مساعدة الدول الفقيرة الدول العالم الثالث اللي تضررت من تأثير المناخ. تمام
لان طبعا الدول الصناعيه الكبيره هي اللي عملت كل البلاوي دي. صحيح. انما عين اللي مين اللي تضرر؟ الدول الفقيره والصغيره. بالضبط. فعشان كده خصصوا 50%. طيب تيجي بقى ال 50% هتتصرف ازاي؟ ايوه. مصر هتاخد ودي هتاخد، ما فيش فلوس هتروح للبنك المركزي. تمام. ده كلام مهم. ايوه. الفلوس دي مش هتروح للبنك المركزي، ولكن هتروح لمشروعات مساعدة الدولة في انها تتجنب ما حصل من مآسي المناخ. وبالتالي نخش على طول. ده اهم من انها تدخل البنك المركزي يا دكتور سامي. لا ما انا لسه هقول لك. ما هو لو دخلت البنك المركزي الدولة بقى هتصرفها على الاكل وعلى الشرب وعلى الفراخ. أيوة. وعلى المشروعات يبقى ما عملناش حاجة. مستدامة. نعم. انما هم عايزين يركزوا على الاثار المترتبة على المناخ. تمام. فعشان كده مصر عملت مشروع هايل اسمه نوفي، كان نفسي النهارده حد يا جماعه يتكلم عليه. يتكلم عنه. نتكلم ايه مشروع نوفي ده بقى؟ اولا دي اللي عملت هذا الكلام وزاره التعاون الدولي. التعاون الدولي عفوا. الوزيره رانيا النشار. نعم. الوزيره الناشطه الهمامه. اللي انا دايما قلت لها مره في لقاء قلت لها يا فندم انا زعلان من حضرتك لانك انت عملت حاجات وما بتطلعيش تقولي للناس انت بتعمل ايه. ده شهاده من حضرتك عظيمه والله. اتفضل. لا لا ده حقيقي يا فندم. الست دي راحت مؤتمر استثمار في روسيا من سنه. ايوه. وبقيتها بالليل طالعه في يعني روسيا توداي. ايوه. طالعه نص ساعه بتتكلم عن حاجات احنا ما نعرفش عنها في مصر. فقلت لها يا دو يا سياده الوزيره ازاي تقولي الكلام ده؟ تعرف في نوع من الوزراء يقول لك والله انا بشتغل للبلد بعمل اللي عليا. انا مش ماليش دعوه بالاعلام. فلا هو احنا اللي المفروض نجري وراها مش هي اللي تجري ورانا. نعم. بالظبط والله. يا ريت يا مدام عزه تجيبوها وتشرحوا البرنامج اللي اسمه نوفي. ايه الموضوع ده بقى؟ الموضوع ان مصر هتخش في هذا المشروع في ثلاث اتجاهات. احنا معانا صور على الهواء يا فندم. اتفضل. تمام يا فندم. هايل. معلش انا بره. تمام. البرنامج النوفي عاملاه وزاره التعاون الدولي. هتخش على ثلاث اتجاهات، اتجاه الميه واتجاه الزراعه والطاقه. ده مصر اللي عامله الكلام ده وما قدمناه، وهي اعتقد انا بديت اشوف دلوقتي. ادي نوفي اللي عاملاه وزاره التعاون الدولي اللي احنا داخلين في مؤتمر المناخ. تمام. خلاص. الثلاث اتجاهات دول اللي هي ميه زراعه طاقه مقدمين تسع مشروعات. ادي جون كيري ده وزير خارجيه امريكا والسوره اللي فاتت. صحيح. المناخ وبيقول ان هذا المشروع عظيم. احنا هنخش بتسع مشروعات يا مدام عز. نعم. احنا طالبين من من لجنه المناخ 14.5 مليار دولار. تمام. تقريب. وبعدين وزاره التعاون الدولي عملت ايه؟ عملت دراسات جدوى في مراكز عالميه. هنضحك على الناس دي نقول لهم والله احنا هناخد في الميه مثلا كذا مليار وهنصرفهم. لا 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 تعالى بقى هتبطن كام ترعه؟ هتعمل معالجه ثلاثيه قد ايه؟ ايوه. كل الكلام ده بدراسات جدوى من مراكز عالمية. نعم. تمام. نعم. عشان تقول الكلام ده اللي انت بتقدميه موثوق فيها وبيوت خبرة ليها اسمها. نعم. بالضبط. فعشان كده انت طبعا قدمتي هذا الكلام وبيتقدم. احنا طالبين 14.5 مليار تقريبا. على فكرة الدكتور محمود محي الدين اصبح مشارك معاهم دلوقتي نظرا لخبرته كنائب صندوق البنك الدولي. أيوة. الفترة اللي فاتت. فحاليا بيقدم خبرته في هذا المشروع نوفي. تمام. فعشان كده النهارده المشروع متقدم وغالبا بيتقال ان منظمه المناخ هتدينا في حدود 12 مليار 11 مليار هايل. تمام. طيب الصرف ازاي؟ التمويل بقى هيتصرف ازاي؟ ايوه. هل هناخدها برضو البنك المركزي؟ مليار. لا لا. في ثلاث اساليب للصرف. تمام. اتفضل. الاسلوب الاولاني منح. يعني هيجي يديك مثلا 4 مليار من ال 12 انت طلبتهم. دول منحه لك، ولكن هيتصرفوا على المشروعات اللي انت قلت عليها. من ال 14.5. تمام. بالظبط. تمام يا فندم. لا دول بيراجعوا بيفصلوا يعني شداد جدا الحقيقه في التعامل ده. طبعا. وبيراجعوا بالملي. ما فيش حد. واحنا اتعمل ان جون كيري لما يكتب الكلام ده ويقول ان
ان مصر عامله مشروع كويس ده يبقى شهاده لنا راجل مش قليل وزير خارجيه طبعا تمام. فاول حاجه منها هتاخدي الفلوس دي سايل تشتغلي فيها في المشروعات اللي انت عملتيها تمام. ثاني حاجه اسلوب التمويل الميسر انك انت تاخدي الفلوس مثلا 4 مليار 6 مليار كقرض وعلى فتره يبقى في جزء منحه وفي جزء من التمويل تمويل ميسر وفي جزء ثالث بقى مبادله ديون حلوه قوي. حلو الثالث ده قوي ده مثلا انا علينا انا نفسي الناس كلها تتفرج وتسمع اللي دكتور سمير فرج بيقوله اتفضل. لا انا عايز بقى انت تجيب الست دي وارجوك احنا مقصرين نعم لازم تجيبوها وتشرح الكلام وتشرح. ده حاضر. اهم شيء في يعني هذا المؤتمر لمصر. نعم صحيح تمام. الحاجه الثالثه بقى مبادره الديون. خلينا في الثانيه انا قطعتك فيها دكتور سمير اللي هي التمويل. التمويل الميسر هيدونا مثلا 6 مليار 4 مليار من المبلغ اللي احنا هيجينا من ال 14 ونص من ال 14 احنا طالبين 14 بس غالبا هيدونا 12 غالبا تمام. مش بقول لحضرتك بيفصلوا تمام. لا هم عندهم دول ثانيه طبعا على فكرة. اوعى الناس تقول حد بيضحك علينا. جنوب افريقيا اخذت 8 الاسبوع ده دولار عشان نبقى عارفين. طبعا متقسمين الثلاث تقسيمات اللي قلناها دي او هنقول اللي هم التمويل المنحه تمويل مؤسس بعد تبادل ديون. يلا يعني احنا لنا مثلا احنا مديونين لامريكا ب 4 مليار دولار فهتقول لك لا ده مبلغ تقريبي الرقم ده تقريبي مثلا عشان بس نوضح لا لا مثلا عشان ما حدش يقول ده انا كذا بالزبط. لا انا ما عنديش ارقام بالزبط. انا بقول مثال اخدين من الدوله اكس كذا مليار دولار هتيجي تقول ما تدفعهمش بالدولار اصرف من عندك وانا هحسبهم لك من ضمن الفلوس دي. هايل. فانت عندك مشروع هايل انت فاهمه بيتكلم على ان احنا هنستفيد الفتره اللي جايه. احنا طالبين 14 ونص يدونا 12 13 11 استفاده وكل دي اترك ده مجال الزراعه اللي هي الطعام الطاقه المياه اللي احنا محتاجينه. المياه احنا عندنا فقر مائي النهارده لما تيجي تعملي معالجه ثلاثيه مكلفه جدا فلما تاخدي الفلوس دي من المناخ يبقى انت مستفيده ولا لا؟ طبعا طبعا احنا مستفيدين ويعني انا يعني جون كيري يعني انا اهتميت جدا بتصريحاته لما قال ان مصر فعلا تستحق ان يخصص لها هذا المبلغ لانها عملت دراسه متكامله وانها دوله محوريه بلس زائد انها قادره على التنفيذ. ده حقيقي حاجه اسعدتنا كلنا جدا وان شاء الله يجب نكون يا مصريين فخورين. نسيت اقول لك ان في عندنا حاطين قائمه للشركات لشركاء التنميه في هذا المشروع. صندوق ابو ظبي للتنميه تمام. افريقيا 50 مجموعه البنك الافريقي الصندوق العربي للانماء يعني حوالي 24 عنصر هم اللي هيبقوا متكفلين بدفع هذا المبلغ لمصر عشان ان احنا نشتغل فيه بعد هذا المؤتمر. حاجه تسعدنا كلنا جدا فخورين ببلادنا بعد ما ان احنا نفذنا نقول ايه هذا المؤتمر بالعظمه دي بالنظام ده والمصري جبار فرعون فعلا لما يقرر يعمل حاجه بيعملها فان شاء الله يتم على خير يا رب تبقى مصر دايما في العلا باذن الله يا رب. بشكرك على مجهود حضرتك في البحث والدراسة وبشكرك على كل المعلومات اللي قلتها لنا اللي ما كناش نعرفها وده قصور مننا زي ما حضرتك الحقيقة اديتنا معلومات وكلام في غاية الأهمية مهم جدا انه كل المواطنين يعرفوه. انا بتمنى يا جماعة يعني كل التصريحات دكتور سمير تتاخد والناس كلها تسمعها والناس كلها تشوفها بعد اذنكم. بشكرك فندم شكرا جزيلا دكتور سمير فرج فكر الاستراتيجي. خليني اخد زاويه ثانيه وخليني ارحب بدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ. دكتور عبد المنعم مساء الخير يا فندم. نور اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك اهلا بيك دكتور عبد المنعم. ومهم اخد راي حضرتك في دعوه سياده الرئيس بفكره انه بيدعو العالم للسلام من منطقه السلام وانهاء الحرب الروسيه الاوكرانيه. يعني لازم اقول لك الواحد حاسس بالموضوع ده بشكل عاطفي يعني بمعنى انه
بيتم على أرض مصر مثل هذه الدعوة المهمة ومن مدينة السلام، بيبقى استكمال لروح مصرية مستمرة منذ عقود الآن. إن في دأب على عملية السلام، الاستقرار في الشرق الأوسط، القيام بالوساطة أحيانا، وتشجيع عمليات إعادة البناء أوقات أخرى. وكل ده بينما مصر منشغلة بعملية بناء ذاتي كبيرة ومتسعة. ففي جزء كده يعني الواحد يهفو له قلبه، وتمعنى انه الارتباط بالمكان، يعني الارتباط بشرم، يعني كمان احنا بنتكلم باسم حضارة عظيمة يعني. فالحديث عن السلام دلوقتي مطلوب في العالم جدا، يعني مطلوب جدا. ويمكن انا قلت في بداية الحرب وكان واضح قوي انها هتكون سبب لآلام كثيرة، ان الامر يحتاج زي ما حصل اثناء حرب فيتنام في حروب كده، كان في حركه عالميه للمطالبه بالسلام ووقف الحرب. اعتقد دي اول نداء حقيقي يتم من دوله ذات تاريخ عريق وهو مصر، انه رئيسها يطلب وسط مؤتمر فيه اكثر من 50 من قاده دول العالم. فهو اللي بيفتتح دي، يعني انه دعونا لدينا قضية هنا في شرم الشيخ، قضية بالغة الأهمية، تجمعنا جميعا على انها وجودية، لكن لا يمكن ان نستسلم انه في حرب اخرى، يعني لا تزال يعني تطحن دولتين وتصرف انظار العالم وتتسبب في آلام كبيرة في العالم من انها تستمر. لابد وان تقال، وسوف نستمع الى احاديث رؤساء الدول بعد ذلك ونرى الى اي حد مثل هذا النداء يمكن ان يجمع يعني طاقه كبيره من اجل وقف هذه الحرب. نعم. طيب دكتور عبد المنعم، كمفكر اقتصادي مهم جدا، واحنا في ظل هذا الكلام وهذه الدعوه، معاناه الشعوب قويه جدا، أزمة طاقة، أزمة غذاء، أزمة ماء، الشعوب في كارثة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. أستاذة عزة، أنت عارفة أن أنا مش اقتصادي، أنا يعني هي تهم ولا أنفيها ولكنه شرف لا أدعيه، لكن طبعا الكلام سياسة في موضوع اللي أنت قلتيه، اللي هو أنه لا شك أنه نتيجة الحرب، نتيجة ظروف سياسية. نعم عفوا، أنا أقصد سياسي، عفوا تفضل. أيوة أنه العالم يمر بمنعطف مؤلم للغاية، يعني وكل العالم ليس له فيها ناقة ولا جمل. أيوة نحن على علاقات يعني جيدة كأمة عربية كمصر مع كل من أوكرانيا وروسيا، وأنه تدهور هذا الموقف إلى حالة من المقاطعة الاقتصادية اللي تؤدي إلى أزمة طاقة عنيفة ترفع الأسعار على كل العالم، تؤدي إلى تضخم، تؤدي فهنا حتى أنه المشاكل الأساسية المتعلقة بالكورونا، المتعلقة بالاحتباس الحراري، المتعلقة بقضايا تهم كل يعني سكان هذا الكوكب. فيعني القضية هنا يعني تمت بنوع من الأنانية الشديدة، سوء التقدير الكبير، عدم ان العالم للأبعاد، سوء التقدير كان نتيجة ما درسوش أبعاد ما سيحدث، مش كده؟ يعني يعني احنا لو بصلنا من الزاوية الروسية والزاوية الأمريكية اللي هم الطرفين الإسرائيل الأساسيين في الموضوع، الجانب الروسي ركز على فكرة أن حلف الأطلنطي هيتمدد على حدود، طب هو موجود على حدود يعني في ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، دي كلها دول متداخلة مع الاتحاد السوفيتي أعضاء في حلف الأطلنطي، وأنه الموقف الروسي أدى إلى أن فنلندا والسويد ولهم الحق في ذلك يعني يشعرون بالعدم الامان، فبالتالي يلحقون بحلف الاطلنطي الذي كانت روسيا تريده يعني يتم تقليصه، فامتد الى دول جديده. على الجانب الاخر الولايات المتحده هي اخطات مرتين في فهم واحد ان اوكرانيا
وهي دولة أوكي ديمقراطية وتعقد انتخابات، لكنها لم تستوعب الأقلية المتحدثة باللغة الروسية لكي تجعلها تشعر بأنها في وطن هو أوكرانيا. أيوه. والجانب الآخر للموضوع أن الدعوة الأيديولوجية للرئيس بايدن أن العالم مقسم ما بين ديمقراطيين وسلطويين هي في الحقيقة نوع من نزع الشرعية عن أكثر من يعني 55% من دول العالم اللي هي في نظم لا تتبع النظام الانتخابي الأمريكي أو الأوروبي أو غيره يعني. فهنا القضية هنا نزع الشرعية عن ذلك يرتب أمور معادية التي وجدناها في بالنسبة لروسيا أو بالنسبة أو توترات مع الصين، سرعان ما نلاقيها يعني تتولد في تايوان. يعني المشكلة إنه الفكرة العالمي. نفسها الفكرة سمعت في حد ذاتها، هذه الفكرة السيئة للحرب سمعت في توترات في أماكن أخرى. هي فكرة أيديولوجية تعمل بشكل سلبي، بتأثر بشكل سلبي على أكثر من تلتين، لأن مش عدد الدول بس منهم الصين اللي هي كتلة سكانية كبيرة. فيعني في برضه جزء من عدم الفهم يعني. إنما الأيديولوجية اللي كان في كلام كثير على إنها يعني تراجعت تأثيرها على العالم على الجانب الأمريكي، لا ما أثرش في كلام أيديولوجي. فهنا نرجع للموضوع اللي احنا فيه هنا في شرم الشيخ. نأمل انه يعني يقدم نوع من الحرج الإنساني والأخلاقي للمتحاربين ان هم يوقفوا إطلاق النار ويبدأوا فورا عملية تفاوض جادة يعني. ايوه نأمل يعني تتوقع ردود أفعال ممكن يبقى ليها بداية نتيجة تحرك بقى بشكل مختلف أو تصريحات بقت بشكل مختلف خارجة من الولايات المتحدة الأمريكية، من روسيا، من أوكرانيا. هو عموما في من روسيا من ساعة الهجوم المضاد الأوكراني وبدء حاجات خاصة بالتعبئة في روسيا بدأ حديث الرئيس بوتين يركز على فكرة وقف إطلاق النار وعقد المفاوضات اللي هو معناها هيتم مع الحكومة الأوكرانية التي كان ينكرها من قبل يعني. أيوة. يعتبرها حكومة نازية وغيره يعني. أيوة. على الجانب الآخر في أخبار يعني أنه الرئيس بايدن بدأ حديثا مع الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا أنه آن الأوان يعني أنه يعني نستمع إلى فكرة البدء في المفاوضات. أنا في تقديري الشخصي يعني التحليلي هو انه المعركه الاساسيه تقترب اللي هي معركه خيرسون اللي هي معركه هي مدينه كبيره مقاطعه كبيره ايضا بنفس الاسم توجد في جنوب اوكرانيا والقوات الاوكرانيه فيها وفي حاليا تجري فيها كما لو كانت معركه كبيره من معارك الحرب العالميه الثانيه يعني زي العالمين او زي ستالينجراد او غيره. هذه المعركه انا اعتقد قد تكون حاسمه بمعنى انها يعني either way هتؤدي او في اي جانب الى انه يحدث نوع من اعادة الحسابات لانه ثمنها غالي جدا بالنسبة لأوكرانيا حاليا نتيجة القصف الروسي العنيف جدا للبنية الاساسية الاوكرانية. ده هيجعل اعادة بناء اوكرانيا مرة اخرى مكلفة للغاية. يعني هيكون هناك دوافع كافية للمفاوضات إذا يعني حتى المفاوضات بتاخد وقت يعني إذا بدأوا فده أيضا مسألة هتاخد وقت لكن مهم يبدأوا. هو يعني وقت ربما كنت كتبت مقال قلت عن يعني وقت للحكمة أم الحماقة أو بين الحكمة والحماقة. التاريخ برضو بيشهد حماقات كثيرة طبعا. إنما نأمل أن نكون في جانب الحكمة وأنه لحظة الحكمة تقترب يعني. أيوه يا رب يعني أتمنى أنه دي يبقى ده اللي هنشوفه الفترة اللي جاية. وبشكرك لتحليلك، شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم سعيد، بشكرك شكرا جزيلا. طيب هتقولولي أنت مسكتي في الجزئية دي وسبتي مؤتمر المناخ، ما أنا قلت في وسط الكلام أنه أزمة المناخ لها علاقة مباشرة بأزمة الغذاء،
علاقة مباشرة بأزمة الطاقة، علاقة مباشرة بأزمة المياه. وجهة نظر تانية قد تكون مختلفة، لأنه الحقيقة سيد سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق متابع جيد لكيف يفكر الغرب. خليني أخذ رأيه، خليني أخذ وجهة نظر، وبرحب بحضرتك معانا سيادة الوزير. مساء الخير. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك. مبادرة سيادة الرئيس أنا أراها ليست بعيدة عن مؤتمر المناخ أو عن أزمة المناخ اللي بتواجه العالم، خصوصا كان في ظل هذا التجمع الغير مسبوق من القادة والزعماء. كيف ترى هذه الدعوة؟ طبعا أنا بعتبرها صوت العقل يعني. وحضرتك أنا أتفق معك تماما، هذا الموضوع ليس بعيدا على الإطلاق بموضوع تغير المناخ، بالعكس يمكن له صلة مباشرة، لأن حضرتك هتشوفي أن الفترة القادمة بعض الدول هتلجأ إلى استعمال أنواع من الطاقة تكون مضرة للمناخ بشكل أكبر، عندما مثلا نلجأ إلى الفحم في المجال التدفئة وغيرها في الفصل القادم. أنا أعتقد أن ده هيكون عبء مضاعف على أزمة تغير المناخ، ويمكن تؤدي إلى بعض الجهود اللي بتتم حاليا تضيع في ظل احتدام هذه الحرب وتفاقمها وحتى تصاعدها في الفترة القادمة. وأيضا فكرة القضاء على يعني دولة كاملة ومحاولة بعد كده إعادة بنائها من قبل الدول الغربية، ده هيؤدي إلى نقص شديد جدا في الالتزامات اللي هتكون مطلوبة لمواجهة عملية التكيف بالنسبة للدول اللي هي قضاء على دولة معناها قضاء على شعب أيضا. طبعا، وعلى هويته وعلى وعلى طبعا حضرتك الحرب زي ما سمعت مع حضرتك كذا مرة في بدايات الحرب وقلت لحضرتك حاجات كتيرة، أعتقد أن هي بتسير في نفس السياق اللي بيتكلم فيه فخامة الرئيس اليوم. أي اللي هي أول حاجة إطالة أمل هذه الحرب، أن العقوبات بتؤدي إلى خسائر لجميع الأطراف، وأنه مش مسموح أنه أحد ينتصر أو أحد ينهزم بهذه الحرب. إذا إحنا بنحارب بلا جدوى، يعني الموضوع مش هيصل لمجرد الاستنزاف، استنزاف طويل الأمد هيؤدي إلى خراب اقتصادي غير مسبوق بالنسبة للعالم كله وتداعيات غير مسبوقة. فإذا هذه الدعوة أنا بشوف أن هي دعوة مطلوبة، يجب أن العالم كله يقف وراها. سكرتير عام الأمم المتحدة موجود في شرم الشيخ، عليه أن هو يتلقف هذا أو هذه المبادرة من فخامة الرئيس ويضعها في إطار دولي، بحيث أن يكون فعلا ده هو ده السلوك القادم بالنسبة لهذه الحرب اللي أنا بنقول دائما أن هي لن تحقق شيء لأي طرف من الأطراف. نعم، صور خسارة، خسائر كبيرة جدا جدا للجميع. أي. وفي نفس الوقت احنا مش من مصلحة يعني اي دولة في العالم ان روسيا كقوة كبرى انها تفرض النسق الدولي بعد مثلا اضعافها في هذه الحرب. فاذا التوقيت المناسب الان هو اللجوء الى التفاوض والجلوس ومحاولة ان احنا نصل الى حل سلمي ووقف جميع العمليات العسكرية بجميع اشكالها، لأن في النهاية الخسائر أصبحت يعني لا تطاق وهتصل للجميع، وتداعيات الحرب الحقيقة وصلت لكل دول العالم مثلها مثله التغير المناخ. يعني حضرتك السمة الأساسية في النظام الدولي الجديد أن كل شيء عبر للحدود وكل شيء هيصل إلى الآخرين مهما حاولنا أن احنا نقي أنفسنا من بعض المشاكل، ولكن هيتصل الأمراض، هتصل تغير المناخ، هتصل تداعيات الحروب، كل شيء واصل الى جميع الدول العالم. وبالتالي اعتقد ان هذا الامر انا الاول فعلا تكاتف الراي العام والساسه والقيادات اللي موجوده هنا متجمعه اليوم في شرم الشيخ، ده اكبر تجمع بعد تجمع الجمعيه العامه للامم المتحده. نعم، وبالتالي اعتقد ان احنا يعني نستغل هذه الفرصه، واعتقد ان هذا النداء وهذه المبادره جاءت في توقيت مناسب وفي مكان مناسب وفي يعني ظرف مناسب ايضا. نعم سيادة الوزير، متابع جيد للغرب، وخلينا نتكلم على مستوى الغرب ومستوى الاتحاد الأوروبي مثلا، دعوة زي دي هل ممكن يبدأ يبني عليها؟ يعني شعوب بعض الدول في الاتحاد الأوروبي خرجت في مظاهرات في الشوارع تطالب بوقف الحرب. حقيقي حضرتك
الشعوب أرهقت إرهاق كبير جدا جدا، لم نشهد مثله منذ أيام الحرب العالمية الثانية. أوروبا هي مسرح العمليات ومسرح أيضا التداعيات. الشعوب الأوروبية عندما تبدأ أو بدأ خلاص فصل الشتاء، والعلم حضرتك فصل الشتاء أيضا بيأثر على المحاربين كمان، مش بس على الشعوب. يعني الدول الجيوش اللي بتحارب في فصل الشتاء أؤكد لك إن هي مش هتكون بنفس الكفاءة. حتى الجيش الروسي نفسه اللي بيحاول إن هو يحقق مكاسب على الأرض، هتشوفي حضرتك إنه هيكون الأداء بيختلف، الأداء هيختلف تماما. فإذا احنا أمام أعتقد توقيت مناسب جدا إن احنا نفكر مرة أخرى بشكل عقلاني، ونحاول إن احنا نحل هذا الأمر، لأن فعلا الشعوب أرهقت إرهاق كبير جدا، ولسه هتدخل في دوامة التدفئة ودوامة البرد القارس وفي الشتاء القادم. أتمنى أن يتلقف يعني دول من أوروبا هذه الدعوة ويتم البناء عليها ب يعني تصعيد لما يتعلق بالسلام وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى ما بين روسيا وأوكرانيا. أتمنى هذا، أتمنى هذا. بس أنت دايما بتقول لي زاوية تانية، متفائل ولا يعني دايما بتقول لي كده زاوية فيها واقعية قد تكون صادمة أكتر منها أكتر منها فيها أمل ما نتمناه رغم الدبلوماسية، متفائل ولا نتيجة ما يحدث؟ لا مش متفائل. شفت بقى، ما رضيتش أسألك السؤال ده في الأول، قلت بلاش أقفل اللقاء من أولها كده. لا لأن عارف حضرتك اللي بدأ الحرب لن يستطيع أن هو ينهيها أمام الرأي العام في بلده إلا بتحقيق داخليا عنده في بلده، إلا بتحقيق انتصار، ما إلا بتحقيق انتصار. نعم، بعيد المنال في المرحله الحاليه، وانا قلت حضرتك قبل كده ان هذه الحرب ولا حتى بفكره الحصول على 4 دول او 3 دول اللي تم ضمهم لروسيا. لا ما هو حضرتك ده ضم العالم كله يقف يعني ضده، وفي نفس الوقت حضرتك هل حسي ان هناك تقدم على في الارض بعد ضم هذه المقاطعات؟ ما حصلش شيء. فاذا احنا الحقيقه يبقى يبدو ان لازم تحصل حاجه قويه عشان نقعد ونتفاوض. لا انا برضو مش مع برضو؟ مش مع الراي ده بحاول رأي يعني انا مع الراي اللي بيقول انه للاسف العجله دارت بالنسبه للحرب، ودائما الحرب تبدا ولا احد يستطيع ان ينهيها الا بقرار شجاع. هل القرار الشجاع ده موجود الان؟ قرار من مين المفروض؟ قرار شجاع من مين؟ من اللي بدا الحرب، ان هو يعرف ان الموضوع يعني هيطول امده، وان مفيش حد هيسيبه الا باستدراجه لحرب طويله مستنقع الحقيقه، يعني لن يستطيع اشاره روسيا هنا. طبعا انا بشيل روسيا دائما. وانا بشوف ان هو لازم يكون في فعلا قرار جريء شجاع من قبل القياده الروسيه، بانه خلاص احنا حققنا وضمينا المقاطعات اللي هو عايز يضمها. اذا نوقف العمليات العسكريه الان ونبدا في التباحث. هو اعتقد ان هذا الامر ممكن يكون فيه قدر من الحفاظ على ماء وجهه حتى كمان، يعني فلازم يعني يكون هذا الامر قرار شجاع من جانب. تمام، شكرك سيادة الوزير، شكرك شكرا جزيلا. طيب خلينا ناخد صوت من أمريكا، وخليني أرحب بدكتور مهدي عفيفي، هو محلل سياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. دكتور مهدي مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام. أهلا بحضرتك، أهلا بيك دكتور مهدي. هل دكتور مهدي يعني حضرتك تابعت طبعا دعوة سيادة الرئيس السيسي لفكرة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، هل تابعت وتابعت ردود أفعال عندك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ في الحقيقة إثارة هذه النقطة في هذا المعقل في هذا الوقت مع وجود أكثر من 190 دولة كان لي وقع جيد جدا، لأن العالم أجمع يعاني من مشكلة حقيقية في الوقت الحالي، ألا وهي مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي لم تؤثر بس على الشعوب يعني الفقيرة أو العالم الثالث، لكن أثرت على العالم أجمع بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وستؤثر أكثر، وخصوصا أن احنا داخلين على الصقيع في فترة الشتاء واللي لا يمكن الاستغناء
عن الوقود وعن الفحم وعن كل هذه بالنسبة لهذه الدول. لذلك أعتقد أن إثارة هذه القضية في هذا الوقت وفي توقيت الافتتاح كان لها وقع قوي. ولو تابعنا هنلاقي أن كل وكالات الأنباء أثارت هذه النقطة. هنلاقي أن بعض السياسيين كان خبر في الصدارة الحقيقة وتم الاهتمام به عالميا بالطبع، لأنه يعني خبر واقعي. إحنا مش بنتكلم على مأساة، يعني المناخ مشكلة كبيرة، هناك اختلافات وهناك اجتماعات، لكن القضية الروسية أو الحرب الروسية الأوكرانية بتؤثر علينا النهاردة ومبارح وبكرة. فلذلك إثارتها بهذا الشكل أثار أولا يعني بعض المحللين وبعض السياسيين أنه لابد أن يكون حل، لأن استمرار هذه الحرب هي زي ما بقول عندنا هي خاسر خاسر، يعني كل الأطراف خاسرة. انتصار في هذه الحرب غير متوقع، لأنه لا يمكن أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لروسيا بأن تقوم بما تقوم به، أيا بقى كنا موافقين أو معترضين. في نفس الوقت روسيا تحاول يعني حفظ ماء الوجه والخروج بانتصار، وهو ليس بانتصار بعد تدمير دولة وتشريد الملايين. فلذلك لابد أن يكون هناك وقفة جريئة، وإن لم تكن هذه الوقفة من قيادات هذه الدول في هذا الوقت فأين ومتى؟ فلذلك أعتقد أن إثارة هذه القضية بهذا الشكل وفي هذا التوقيت كان لها وقع وبالأسلوب. يعني احنا رأينا رئيس توقف وبدأ يتكلم بشكل غير سياسي، بشكل إنساني. أين نحن الآن من هذه القضية اللي تؤثر علينا دلوقتي؟ وطبعا دي بتأثر على كل واحد، وأعتقد أن ردود الفعل اللي احنا سمعناها واللي لسه هنسمعها هتكون جيدة جدا، لأن هي دي القضية الأساسية اليوم في العالم أكبر. دكتور مهدي، هل ممكن أن تخرج أصوات من الولايات المتحدة الأمريكية؟ هنا بتكلم على سواء أصوات رسمية، بتكلم عن أصوات برلمانية أو تابعة للكونغرس، أيا كانت الأصوات، هل ممكن الفترة القادمة أن تخرج أصوات من الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني يبقى في الأصل في كلامها إن هي تدعو إلى بالفعل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم عشان بس يعني ما بين قوسين ما ننساش إنه الجميع يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بتغذي طول الوقت أوكرانيا، وده أيضا بيطول أمد الحرب. هو في الحقيقة خلينا نكون واقعيين، لا أعتقد أبدا أن الولايات المتحدة الأمريكية مهما كانت تتخلى عن أوكرانيا لأسباب عديدة ولأسباب يعلمها الجميع. لأن دعنا نتذكر منذ قبل هذه الحرب حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من التحركات الروسية، وحاولت سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو إنجلترا، ورأينا الرحلات المكوكية اللي قام بها ماكرون والرحلات المكوكية اللي قام بها توني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني لمحاولة إقناع روسيا بعدم التصرف بشكل عسكري، لأن التصرف العسكري سينتهي بنا لما انتهى به الآن وقد يكون أسوأ. داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك قناعة من البعض أنه لابد أن يكون هناك جلوس على طاولة الحوار، وده في بشكل عام في قضايا مختلفة. في هذا الوقت بالذات طبعا تأثر العالم جميعا، وسواء كان هناك التضخم أو الارتفاع الرهيب في الأسعار، سواء ليس فقط في المحروقات والتي تؤثر على حاجات كثيرة جدا في حياتنا، هناك مطالبات شعبية، وهناك من داخل الكونغرس الأمريكي يعني من الديمقراطيين ومن الجمهوريين ومن المستقلين بأن يكون هناك جلسات للحوار. ولكن مما نعرفه أن هناك تشدد من موسكو في مسألة الحوار، وتريد أن يكون الحوار على أساس أن يسلم زيلينسكي كأنه يعني وطبعا في الواقع لم يحدث لم يحدث. الواقع أن هناك محادثات الآن تحدث وأمس وغدا من عن طريق وسطاء، سواء كانت في الدول العربية، ولذلك أعتقد أن الوساطة المصرية قد تكون ممتازة، لأن دائما مصر بتحاول تأخذ موقف
يمكنها من الحديث. يعني في بلاد ما ينفعش تقدر تكلم روسيا النهاردة، لا مصر تقدر تتكلم مع روسيا لأنها الموقف المتوازن في سياستها الخارجية يديها يعني القدرة على الحديث مع جميع الأطراف. فلذلك أعتقد أن محاولة الدخول بمبادرة جديدة واستغلال هذا يعني التجمع يعني لن يحدث غير كل سنة مثلا مرة، ولن بهذا الشكل وعلى أراضي مصرية وفي وجود كل هذه القيادات، أعتقد قد يكون نقطة اندفاع أو بداية لمرحلة في مختلفة في الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن أيضا إقناع وجها لوجه هذه القيادات الموجودة في شرم الشيخ النهاردة بضرورة العمل الجماعي الدولي على الوصول لحل لهذه المأساة، لأن استمرار الحرب ليس في مصلحة أي حد على وجه الأرض، لأن كل الأطراف الموجودة في شرم الشيخ في مؤتمر المناخ الآن دكتور مادي هي كلها أطراف متضررة اقتصادية بالطبع. أي. اقتصاديا يعني لو رأينا الكلمات اللي سمعناها، أبسط حقوق الإنسان إنه هو يأكل. أي. يعني أصبح الغذاء شيء صعب ليس فقط لدول أفريقية، المجاعة قد تنتشر في دول كثيرة جدا. فلذلك مهم جدا الغرب بيعاني، يعني الغرب بالطبع. نفسه بيعاني، اقتصاده بيعاني بالطبع. بالطبع. طبعا مع الفوارق، لأن البلاد اللي ليست اقتصادتها قوية هتبقى تعاني أكثر بكثير. صحيح. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني، الدول الأوروبية تعاني، ورأينا خروج المظاهرات في الدول الأوروبية. يبقى احنا أبطال بقى لما أنتوا بتعاني، يبقى احنا كده في مصر كشعوب كشعب مصري يبقى احنا ابطال دائما. الشعب المصري يعني فرق الشعب لا اقصد فرق يعني الاقتصاد يا دكتور مادي، لو احنا بنتكلم اقتصاد طبعاً. فرق قوة الاقتصاد ما بين اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية وما بين قدرات واقتصاد الدولة المصرية، يبقى بالفعل يعني احنا دايما كده المعدن المصري بيبان في الازمات. يعني والله هي مصر قادرة وبتقوم يعني بخطوات جيدة جدا في محاولة يعني لم شمل هذه الأزمة، لأنها أزمة ليست بسهلة على أي دولة. أعتقد أن المحاولات المصرية واستضافة مصر لهذا الملتقى أعتقد كان شيء جيد جدا في رأيي أنا الشخصي. هو ليس فقط بنسبة المناخ، لكن سيثير قضايا أخرى مثل ما أثيرت قضية الحرب الأوكرانية. دي قضية اقتصادية بحتة. يعني عشان نبقى نتكلم بجد، دي مش قضية حرب، ده قضية اقتصادية بحتة. الشعوب لما بتعاني من مشاكل اقتصادية. واحنا بنتكلم على دولتين يتحكموا في غالبية إنتاج القمح، يعني احنا بنتكلم غذاء العالم، أبسط متطلبات غذاء العالم في هذه الدولتين. فلذلك بكرة. الموضوع مش موضوع سهل، هي ليست خلاف بين دولتين بسيطتين، احنا بنتكلم على مأساة وبما تحتوي كلمة مأساة. صحيح. عالمية على مستوى الغذاء العالم. وعلى الطاقة، لأن برضو روسيا الغاز والبترول الروسي، فاحنا بنتكلم على مأساة معقدة لابد من الوصول لحل فيها بأي شكل من الأشكال. وإن لم تستطيع قيادات هذه الدول في الوقت الحالي وفي هذا التوقيت وبهذه الظروف أن تحل هذه المشكلة، لا أعتقد أن هي هتقدر تحل أي مشكلة. صحيح. احنا مهم جدا التركيز على هذه النقطة. وأحييك مرة أخرى وتحياتي لله. شكرك، تحياتي لك. النهاردة قناة السويس حققت رقم قياسي كأعلى عبور يومي ب 94 سفينة حمولة 5 ملايين طن. اقتصادية قناة السويس هتعلن أول إنتاج فعلي للوقود الأخضر خلال ساعات، أعتقد ده ممكن يحصل بكرة إن شاء الله. كان مهم قوي إن احنا نتوقف، يعني كان نفسي نكمل أيضا ردود فعل ومداخلات من روسيا ومن أوكرانيا ومن أوروبا، لكن طبعا ضيق الوقت. لكن التحليلات اللي احنا سمعناها برؤية وبزوايا مختلفة كانت في غاية الأهمية. العالم كله يعاني، ويعني كنا لازم نتوقف أمام أنه اقتصاد أعطى الدول قدرة وقوة بيعاني وشعوب بتعاني، فما بالكم بالدول اللي اقتصادياتها أضعف وأقل. شوف حضراتكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى اللقاء.
أنا بتكلم على أزمة كبيرة بتمر بالعالم وليها تأثير كبير جدا على دول كتير من العالم اللي ما كانش كل دول العالم. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبوجه نداء إن سمحتوا لي بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب، من أجل أن تتوقف هذه الحرب. بالمناسبة أنا مستعد ومش للبحث عن دور، لا والله، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. وأتصور إن كثير من القادة الموجودين يشاركون الرأي ده. إحنا مستعدين نتحرك إذا كان ده ممكن لإيقاف هذه الحرب.